الله يبارك فيك يا رب. دكتور علاء، بداية بماذا تعلق على وصف المستشار الألماني للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بأنها حرب صليبية ضد الغرب وضد الديمقراطية والليبرالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بغض النظر عن المسميات التي استخدمها المستشار الألماني، ديمقراطية والليبرالية والصليبية، هذه طبعا كلمات يعني لا علاقة لها بالأمر. هناك خلاف بين روسيا وبين حلف الناتو. الخلاف بالأساس هو خلاف اقتصادي على ثروات أوكرانيا وعلى وضع أوكرانيا كجغرافيا فاصلة بين الاتحاد الروسي وحلف الناتو، وكون هذه الأرض، يعني سبق أن قلنا أن كون الأراضي الأوكرانية أراضي منبسطة تسمح للقوات البرية لحلف الناتو باكتساح الأراضي الروسية في أي وقت بسهولة، ولذلك يجب يعني كان هذه وجهة النظر الروسية، يجب تأمين هذا واحتلال أوكرانيا. وكان بوتين يتوقع أنه يستطيع احتلال أوكرانيا خلال أسبوع. الآن أكثر من 230 يوما من الحرب، لم يفعل إلا أنه احتل نسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% تزيد وتنقص مع تفاعلات يعني العمليات العسكرية على الأرض. أما أنها حرب صليبية فهي طبعا حرب يعني هكذا أرادها بوتين، أن يطلقها مستخدما يعني كبير الكنيسة الأرثوذكسية عنده، يعني للدلالة على أن الحرب دينية، وهذا طبعا يستخدم لحشد المواطنين الروس ضد الكاثوليك وغيرهم في الاتحاد الأوروبي. فهم يرون بعضهم البعض يعني أعداء من الناحية العقدية، ويكفرون بعضهم البعض.